تحط رجل اليمين في الأرض، الرجل اليسار تكون بالهواء، أوكي، وتحط الوزن فوق الرجل اليمين. إذا أهلا وسهلا بكم، شلونكم أحوالكم؟ إن شاء الله الكل زينين. اليوم موضوعنا في القناة هو عن شد عضلات الفخذ، عضلات الرجل الأمامية والخلفية، وشد عضلات المؤخرة. في كثير من متابعينا عملوا لي ريكوست، عملوا لي طلب انه اتكلم على هذا الموضوع، فاليوم حبيت اعمل لكم فيديو اقول لكم عن بعض التمارين اللي تقدرون تسووها with minimal equipment، يعني ما تحتاجون اي ماشينز، minimally تقدرون تسووها في البيت وحتساعدكم على شد هذه العضلات. اذا كان في عندك اي طلب، اذا تريد تتعرف عن التغذية، عن الرياضة من ناحية شد العضلات، من ناحية تكبير تصغير، اي شيء يخص التغذية والرياضة، حط لي كومنت تحت وان شاء الله اعمل لكم موضوع اضيفه على الليست مالي. في عندي كثير من فيديوهات، كثير من طلبات من المتابعين، فحط الكومنت تحت واسوي لك فيديو. انا اسمي رامي، عندي ماجستير في علوم الرياضة وعلوم التغذية من جامعة ميامي، فاكثر هاي التمارين والنصائح راح اعطيكم اياها هي عن ابحاث ودراسات اللي سويتها في الكلية في الجامعة، وايضا من خبرتي الشخصية. اوكي، اول تمرين هو تمرين الهيب ثرست وذ ابدكشن. هذا التمرين بس راح تحتاج الى ريزيستنت باند صغيره مثل ما شايفين في الفيديو، اذا ما كان في عندك ريزيستنت باند مو مشكله، ما في اي مشكله. اوكي، وراح تحتاج فد وزن، وزن تجيب لك وزن من البيت، وذر هي مثلا بطل ماي او اي شيء في وزن. اوكي، ايش راح تسوي؟ راح تحط الريزيستنت باند فوق ركبك، اوكي، اولا. ثانيا راح تجيب هذا الوزن، خلينا نقول مثلا تستعملون فد بطل ماي كبير، تجيب هذا الوزن تحطه على خصرك هنا على رجلك، بعدين راح تنزل الهيبس مالك لتحت، راح تنزل الحوض لتحت ولفوق لتحت وفوق مثل ما شايفين في الفيديو. هذا التمرين اريدكم تسووه 15 مره، اوكي، لما تنزل الحوض تحت فوق وتحت. ورا ما تكمل 15 مره لازم تصعد حوضك لفوق، وبعدين انت عندك ريزيستنت باند فوق ركبك، راح تفتح رجليك برا وجوا، فا اوتسايد انسايد اوتسايد انسايد، راح تفتح رجليك لمده 15 مره. اوكي، فلازم اول شيء تسوي 15 مره فوق وتحت فوق وتحت، بعدين تصعد حوضك لفوق وتبقى لفوق هيجي، وتفتح رجلك وتسدها 15 مره. هذه راح تكون مجموعه واحده، اريدكم تسوون ثلاث مجموعات، فاريدكم تحسون بالبرن، تحسون بالعضلات تشتغل. هذا التمرين مو سهل، فلا تسهلوا عليكم، وحاولوا تقلصون عضلات المؤخره وتدفعون من الكاحل مالكم حتى عضلات المؤخره وعضلات رجلكم تشتغل اكثر. ثاني تمرين هو تمرين السايد بلانك وذ ابدكشن. مثل ما شايفين راح تنزلون على عكسكم وعلى ركبكم، اوكي، واحدة رجليكم تكون بالهواء، بعدين تنزل حوضك من الجانب وتصعده وتصعد رجليك، تنزل حوضك من الجانب وتصعد تصعد رجليك. هذا التمرين راح يستهدف عضلة اسمها بالانجليزي glute medius، وهي عضلة المؤخرة الفوقانية glute medius. اوكي، هذا التمرين اريدكم تسووه 10 مرات لكل جهة، 10 مرات كل جهة ثلاث مجموعات. التمرين الثالث هو اسمه الجابلت سكوات. جابلت سكوات، شو تحتاجون؟ راح تحتاجون فد وزن، وذر هي بطل ماي او في اي وزن موجود في بيتكم، اذا ما كان في عندك وزن مو مشكله. راح تحتاجون ريزيستنت باند، اذا ما كان في عندك ريزيستنت باند همينه مو مشكله. اذا في عندك ريزيستنت باند حط هاي الريزيستنت باند فوق ركبك، اوكي؟ فوق ركبك راح تحط الريزيستنت باند، اوكي، وبعدين قدمك تكون بين حوضك وبين كتفك، فلا هي واي عريضه ولا هي كثير قريبه، بين حوضك وبين كتفك يعني بالوسط. اصابع رجلك تكون شويه لاوتسايد، بعدين راح تجلس تنزل حوضك وكانه انت تقعد على كرسي، راح تنزل الى ما حد توصل 90 درجه ويا ركبك. اذا ما تقدر توصل 90 درجه مو مشكله، انزل قد ما تقدر تنزل. هذا التمرين اريدكم تسووه 20 مره، واريدكم تسووه تركزون لما تسوون هذا التمرين، ما اريدكم تسووه سريع حتى العضلات تشتغل، فاخذوا وقتكم، حتى لو مثلا تاخذ 3 ثواني بالنزول 3 ثواني بالصعود، تايم اندر تنشن حتى العضله مالكم تشتغل، عضله رجلك كلها تشتغل. ف20 مره تسووه 3 مجموعات همينه، والاستراحه بين مجموعه ومجموعه اريدكم تستريحون مو اكثر من دقيقه واحده.
وهاي الاستراحة تعود إلى كل هاي التمارين اللي نسويها، مو أكثر من دقيقة واحدة. التمرين الرابع هو اسمه الهيب ثرست. هذا الهيب ثرست راح تسووه on the couch قنفة، تحطون رجليكم، بس قبل ما تحطون رجليكم على القنفة تهمين تجيبون resistant band. إذا كان في عندكم resistant band تحطها فوق ركبك. فائدة الريزيستنت باند احنا نستعملها بهاي كل تمرين، ليش؟ لان هاي الريزيستنت باند راح تجيب رجلك قريبين على بعض، فشنو؟ فانت لانه هي ضيقه انت راح تدفع رجلك لبرا، لما تدفع رجلك لبرا عضلات المؤخره مالتك راح تشتغل اكثر. سو اذا كان في عندك ريزيستنت باند جود، اذا ما كان في عندك ريزيستنت باند نو بروبلم. اوكي، راح تحط قدمك على القنفه او على البنش او على فد مصطبه اذا انت كان عندك مصطبه او بالبيت، وبعدين you're gonna squeeze، راح تشد عضلات المؤخرة مالك، عضلات الرجل من وراء حتى ترفع حوضك لي فوق. أريدكم هذا هم التمرين تسووه controlled، يعني ما تسووه سريع ولا كلش بطيء، controlled، يعني يأخذوا لكم فد ثانيتين حتى تصعدون لي فوق والثانيتين تنزلون لي جوا، ولما تصعدون all the way up شدوا هاي عضلات المؤخرة وعضلات الرجل، أريدكم تحسون بها أنه أنتوا دا تشدوها. هذا التمرين أريدكم تسووه 20 مرة، 20 مرة، again 20 مرة، 4 مجموعات، 4 مجموعات. أوكي أوكي، آخر تمرين هو الهيب ثرست. هذا الهيب ثرست هم مشابه إلى التمرين الأول، بس راح نسوي كل ساق أو كل رجل لوحد. again تحطون هاي ريزيستنت باند حول فوق ركبكم مثل ما شايفين في الفيديو. أوكي، بعدين راح تختار فد رجل، إذا حتشتغل على الرجل اليمين تحط رجل اليمين في الارض، الرجل اليسار تكون بالهواء. اوكي، وتحط الوزن فوق الرجل اليمين اذا كان في عندك وزن، بعدين تنزل وتصعد، تنزل وتصعد 10 مرات. ورا ما تسوي 10 مرات شيل الوزن، سوي 10 مرات بس بوزن جسمك، تنزل وتصعد، تنزل وتصعد. سو 10 مرات ويا الوزن، 10 مرات بوزن جسمك حتى نحرقها العضله. اوكي، بعدين تسوي الرجل الثانيه. سو توتال 20 مره كل رجل، 10 ويا الوزن، 10 بدون وزن، 4 مجموعات كل رجل. هذا التمرين ختامي، هذا التمرين اريدكم تسووه بحيث ورا ما تكملون رجليكم تكون يعني متدمره. اوكي، اتمنى هاي التمارين فادتكم، بعثوها لاصدقائكم، سووا لي لايك، سبسكرايب، سبورت ذا شانل. انا هسه بديت تقريبا دا اسوي ابلود فيديو تقريبا كل يومين او الى 3 ايام، فاذا عندكم اي ريكوست، اي طلبات، بعثوا لي اياها تحت. وثانك يو.